احمد الناس الكبيرة اللي هنا حكوا لي عنه انه انسان كويس ومحترم. انت بقالك كام سنة شغالة في النادي؟ انا لي 10 سنين هنا، بس انا حكى لي عنه ناس كبيرة موجودة قبل مني، حكى انه هو كويس جدا وكان رجل محترم وكان بيعمل خير وكان حلو مع الناس. وابن حضرته برضو موجود معنا هنا، انا وعي يعني ده موجود وانا موجوده، ده حلو كويس وبيعاملنا كويس وراجل كويس ومحترم وناس كويسين ومحترمين، ما شفناش منهم كل خير والله. تقولي له ايه بقى يعني كلمه الوداع يعني كل عيد؟ والله انا عماله ادعي له بكل ما اعرف، انا اولا ما بعرفش اقرا بس بدعي له بكل اللي انا اعرفه ان ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل كل اللي عمله في مثواه الجنه، والجنه ونعيمه ويتهنى يا رب فيها، ويرحم ويسامح، وطلعته ديت يعني غالية علينا قوي.